السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في حصه الطبخ وبما ان باقي احنا في الاجواء ديال العيد الاضحى المبارك، كاين واحد الطبق تقليدي لذيذ جدا غنعملو انا بالاعشاب المنسمه، غادي يجي رائع خصوصا في ايام البرد. يعني كيجي واحد الطبق تقليدي هو الكباب المخضور. الكباب المخضور المكونات الرئيسيه اللي كتكون فيه هما اللحم قطع كانه غتشويه، والبيض، وعندنا المعدنوس او الربيع مقطع رقيق. الاضافه اللي غنضيف هما الاعشاب طبعا الحال اللي غادي نضيف ليه، والثوم مفروم، ولكن هذا هو الاساس. البصل كذلك. غادي تشوفوا معايا المقادير. اذا باش غادي نحضروا هذا الطبق غنحتاج كميه ديال اللحم قطعتها كانك غادي يعني كانها غتشوى، يعني كانها يعني قطع كما كتشوفوا قطع صغيره. عندنا المعدنوس ولا الربيع مقطع رقيق بهذه الكميه، يعني حسب هذه الكميه انا استعملت كميه ممكن تضاعفوا. بالنسبه للعطريه عندنا ملعقه صغيره ديال الملح، نفسها ديال الكركم او الخرقوم بلدي، الابزار او الفلفل الاسود، القزبر اليابس، وسكينجبير او الزنجبيل. طبيعة الحال هذا المكون ديال الزنجبيل ممكن تنقصوه في حال الصيف. وبالنسبه للمعدنوس كما قلنا المعدنوس هنايا، وبالنسبه للثوم عندنا شي جوج دروس ديال الثوم كما كتشوفوا راه انا طحناها رقيق ومعها الزيت. علاش الزيت؟ انا دائما عندي في المطبخ هاد القنينه كما كتلاحظوا الزيت دائما كتفو الفوق. الزيت زيتون هو ماده حافظه، اي حاجه بغيتي تستعملي تحتفظي بها دائما كتزيدي لها زيت الزيتون، ماده حافظه ما كتعفن ما كتخسر. كتطحنوا واحد الكميه خاصه ولا كتحكوها ديال الثوم، كتضيفوا ليها زيت الزيتون، تتخليوها في كل مره كتبغيو تاخذوا منها اللي خاصكم. هذه كتجي رائعه في اطباق السمك. طبعه الحال عندنا زيت الزيتون، غنحتاج نص كاس ديال الماء لان عندنا البصل. بالنسبه للبصل بصله كبيره مشلضه كما كتشوفوا بصله بيضاء عاديه، البصله الحمراء طبيعه الحال كنطلقها للشوى لان كتزرق المرقه ما كتجيش هي هذه. اذا البصله الافاده اللي غنعطيكم اليوم بالنسبه للبصل، تضاربت الاراء في المطبخ حول ان البصل بعد مده من تقطيعه او تقشيره كيتحول ماده سامه، ولكن بالاساس انا بحثت في هذا الموضوع ما كاينش ماده سامه في البصل. البصل اصلا فيه زونتيبيوتيك او مضادات حيويه، ولكن الحاجة اللي صعيبة في البصل هو انه سريع الامتصاص، بما انه كما كتشوفوا راه غير كتقطعو كيبقى الماء، يعني هو اضغط ديجا يعني هو يعني مغذي وسريع الامتصاص بسرعة. اذا هنا هاد البصل الا قطعتيه وحطيتيه واحد المدة مثلا في الصباح عاد باش طيبي في الليل، هنا كيتكون غير هو سريع الامتصاص غير الجراثيم اللي كدور حداه، يعني البكتيريا والجراثيم اللي كدور حداه، سواء في المطبخ الا كان غير نظيف، سواء في يعني مع الحال السخون، يعني كتكون واحد البكتيريا اللي ما كتشافش بالعين المجرده. لذلك هذا ماشي فيش ماده سامه، هذه هي الماده السامه انك تحول البكتيريا الى اخره. بالعكس البصل مفيد جدا، هو الثوم وانتيبيوتيك او مضادات حيويه للجسم. وطبعه الحال لا يكتمل طبق الكباب المخضور بدون البيض. هنا غنحتاجو على حساب الكميه غنحتاجو جوج بيضات. اذا هنايا غتبقاو معايا ان شاء الله. وبالنسبه للاعشاب المنسمه اللي غادي نستعمل، غادي نستعمل ورقه سيدنا موسى، غنستعمل الزعتر، وغنستعمل اليزير. في الحال بارد او لفصل الشتاء ممكن تضيفو في اليوم، كيجي رائع جدا. يعني اعشاب منسمه كتجي لذيذه جدا، وحتى هاد الاعشاب الا كنتو في حال الصيف ممكن تنقصو ما تكثروش بزاف. اذا هنايا غتبقاو معايا. اذا في الاول غادي ناخذ العطريه وغادي نخليه بهذا الشكل العطريه ديالنا، وغادي نضيف الثوم، غنضيف قليل من زيت الزيتون، غادي نخليه يتشحر قبل ما نضيف المعدنوس والبصل. بعد ما تشحر لنا اللحم بالعطريه وزيت الزيتون كنضيف البصل، كنضيف
المعدنوس او الربيع، وكنضيف الاعشاب في الجوانب. انا ضفته بنفس الشكل المتفرق، ولكن دابا غادي نخلطه ان شاء الله. ومن بعد غادي نضيف هذيك نص كاس ديال الماء، وغنسد الكل وغنخليه ينضج حتى يتشرب المرقه مزيان ويطيب اللحم. اذا هنا الطاجين ديالنا راه كيطيب مزيان، غنخليه حتى يتشرب وتكون هذيك المرق ديالنا، لان اللحم حتى هو باقي ما تدخل شويه، هذا يعني هذا كيطيب لانه هذا اصلا ديال الشي، فلذلك غادي نستناو عليه واحد شويه حتى غادي يشرب ويعقدنا المرق، ومن بعد نكملوا الوصفه ديالنا. بهذا الشكل الان غنضيف بالبيضه بهذا الشكل، كنحطها يعني ما كنحركهاش، كنخليها، والاخرى كنوضعها في الجانب الاخر. وغادي نسد عليهم الطاجين ونخليها تطيب على مهل في اخر مرحله. كما كتشوفوا الطاجين ديالنا ديال الكباب مخضور ها هو واجد، الريحه ما نقولش لكم طالعه رائعه مع الاعشاب ولذيذ جدا، خلينا حتى تشرب وخدا يعني هذاك العطريه ديالو مزيان، ورافقناه بشاي المغربي النعناع. شاي يعني رافقته كذلك باعشاب، بما ان هنا عندنا اعشاب، هنايا ممكن تضيفوا زعتر، ممكن تضيفوا هذا مثلا بابونج وحبه حلاوه، اي حاجة يعني منسمة وكتهدي الاعصاب ورائعة جدا، كتعطي واحد يعني الجسم كتعطيه واحد انتعاشة. وهنا عندنا ممكن ترافقوه يعني باي حاجة، ممكن غير النعناع فقط. اذا هنايا كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، طاجين كباب المخضور بالاعشاب من السماء.